مشاهدينا الاعزاء اللطاف اللزاز، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحله سعيده. رحلتنا مليانه لعب وضحك وجد وكلام وحكاوي وحكي وغنى وحاجات كتيره جدا 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 هنعملها مع بعض. طبعا زي ما احنا متعودين بيوصل عندنا اسرتين نبتدي معاهم وناخدهم رحله كل حاجات اللي احنا قلناها دي، نتعرف عليهم على طول ونقول اهلا وسهلا. استاذه دوريا. دوريا عامله ايه يا دوريا؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. عندك كم سنه؟ سبع سنين. سبع سنين؟ يعني انت في المدرسه؟ اه. ولا ابتدائي؟ اه. اوكي. لا تانيه. لا تانيه، دخلتي تانيه خلاص. اه. ماشي. وشاطره؟ اه. وبتسمعي كلام ماما وبابا؟ اه. ماشي. وبتعرفي تلعبي حلو؟ اه. هنشوف بقى النهارده. اختك بقى اسمها؟ كادي. كادي، ازيكي كادي؟ كويسه الحمد لله. عندك كام سنه؟ تن. تن. 10 يعني. اه. نايس، اوكي. انت كبيره بقى. اه. تاخدي بالك من اخواتك وكده؟ يس. عندكم اخت ثالثه؟ اه. اسمها ايه؟ نايا. نايا بس صغننه بقى خالص. اه صغننه. ايوه دي بقى الدلوعه بتاعتكم. عارفين يعني ايه اساميكم؟ اه. يعني ايه؟ انا اسمي كادي يعني زهره، في زهره اسمها كادي. ياي هاي فايف، يعني احنا اتنين زي بعض. ماشي. ودوريا؟ دوريا فاكهه. فاكهه اسمها دوريا. يعني عندنا فاكهه وزهره، مامتهم بقى اسمها ايه؟ مدام لميا. اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي. حضرتك تشتغلي؟ كنت بس خلاص قعدت في البيت. على البنات بقى الثلاث بنات ربنا يعينك عليهم يا رب، احلى حاجه. استاذ هشام. ازيك يا هشام؟ اهلا وسهلا. بتشتغل ايه؟ انا صاحب شركه. صاحب شركه. بزنس مان، حاجه مهمه يعني على قد كده، حاجه صغيره كده. بجد؟ عارفه بابا بيعمل ايه في الشركه؟ اه. ايه؟ بيروح ويرجع. اوكي. نشوف الاسره الثانيه ونتعرف على الاستاذ موسى اللي مش مبسوط مني من قبل ما نبتدي اصلا. موسى انت مش بتحبني ليه يا موسى؟ طب عندك كام سنه؟ مش عايز يبص لي. سته؟ هل هتحبني ولا مفيش امل؟ في امل؟ متعصب. متعصب؟ طب بص اقول لك على حاجه، اولا حط ايديك قدامك كده وقول لي متعصب من ايه؟ عشان نشوف وشك الحلو ده. حط ايدك كده. متعصب ولا متوتر؟ متعصب. طب هنفك بقى، احنا جايين نلعب بقى ونروق من غير عصبيه. طب انا ههديه شويه كده وههديه. اختك اسمها ايه؟ تماره. تماره الحمد لله عرفت تقول. تماره عندك كام سنه؟ 8. 8 انت الاكبر. هو موسى على طول بيتعصب؟ لا هو بس. انت طب انت عارفه هو ليه متعصب دلوقتي؟ لا برضه مش عارفه. هنعرف مع بعض. ماما اسمها فريده. فريده العصبيه ايه في بيتكم؟ آه لا هو انا العصبيه جدا بصراحه. اه طب انت عارفه سبب عصبيته؟ انا وتماره. لكن موسى يعني ايه ده كده يعني؟ هو بس متوتر. صح انا حاسه انه متوتر بس هنفك دلوقتي. استاذ عيسى. عيسى اسمك عيسى. اوكي نايس. موسى وتمارا وفريده وعيسى، حلو قوي. يلا بينا على طول نبتدي، بس قبل ما نبتدي احب اقول لكم ان احنا رحلتنا فيها شويه قواعد احب ان انا امليها عليكم، لازم نبقى متفقين عليها كلنا، اوكي؟ احنا النهارده مش هنبص في الموبايل خالص، كبار وصغيرين، طول ما احنا بنلعب محدش هيمسك الموبايل، اوكي؟ لما نلعب اي لعبه عندنا هنا بنرجع الحاجه مكانها، معرفش انتوا بتعملوا كده في البيت ولا لا. بنعمل. احنا بنعمل. برافو بنعمل. شكرا. وانتوا ايه؟ احنا بنعمل برضو حاجه حلوه قوي، يعني احنا متعودين على ده. عايزه اقول لكم ان احنا هنا في البرنامج ده ما ينفعش ان احنا نلعب بعنف خالص، مفيش زق، مفيش عصبيه، يعني لو حد خسر، لو حد اتضايق، لو حد مش كده اهو، مش عندنا بقى اي نوع من انواع العنف، نقدر نتكلم مع بعض ونحل مشاكل بعض بالكلام وبلساننا كده وبلغه الحوار. كل واحد من الكتاكيت الحلوين هنسال شويه اسئله في الاول، الاسئله دي هيبقى في اسئله موجهه ليكم انتوا، يعني انتوا الاثنين وانتوا الاثنين بس. عندكم وسائل مساعده، اول وسيله مساعده استدعاء ولي امر، انا بشوف ان هو احلى استدعاء ولي امر عشان هيبقى حلو هيكسبكم يعني ان شاء الله، او ان انتوا هتغنوا. واحنا هنستحمل. هم بس ولي امر يعني هنقول لمامي او بابي. هم يختاروا لو هم يعني عايزين يختاروا، دي وسائل مساعده عندكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. فهمتوا؟ جاهزين. ماشي احنا جاهزين، تعالوا بقى الاول نعرف ايه انتوا عارفين بعض قد ايه بشويه اسئله تعارف. هسال هشام، دوريا ايه اكتر صاحبه انتيمتها بتحبها؟ اكتر صاحبه بتحبها اسمها ايه؟ كارما. كارما؟ صح؟ اوكي. طيب عيسى قول لي موسى متعصب حالا ليه؟ موسى مش متعصب، هو موسى متوتر بس. متوتر وهو متلخبط في الفوكابيو. بالظبط. اوكي ماشي اوكي. بابا بيقعد على الموبايل قد ايه؟ هو بيقعد كتير قوي بقى. يعني قد ايه يعني؟ مش عارفه بس ممكن ساعتين. ساعتين؟ في اليوم؟
لا او اكتر، اربع ساعات. اربع ساعات في اليوم؟ وبعد كده بيبقى سايبه؟ بيقعد معانا عشان. ماشي، طب الحمد لله بيقعد معاكوا يعني. طب حلو قوي. طيب قولي لي يا ماما اكتر لون بتحبه تمارا؟ البلو. البلو فعلا؟ لا لا الله المفاجاه. الرد دلوقتي بقيتي تحبي الرد؟ شفتي بقى مش متابعه، انت مش متابعه فريده. لا انا ما بقيتش بحب البلو. يعني ايه اول مره في حياتها تقولي الرد بجد؟ طب هي غيرت رايها بقى الرد امتى؟ طيب يعني بقى لونك الرد لما انا بقيت عندي سته، بقى لها سنتين. ايه ده ايه ده يا ماما ده؟ طيب انا اسفه جدا. سؤال للامية بقى، قولي لي ايه اكتر حاجه بتضايق دوريا من كيد؟ لما ما بترضاش تديها حاجتها. طب وكده فعلا ما بترضاش تديها حاجتها؟ بتحافظ عليها. علشان ايه؟ علشان هي بتبهدلها لو انا بديها لها. ماشي، بس شيرنج سكيرنج وال انا بديها ساعات، بس في العاب معينه انا ما بديهالهاش. طب ايه رايك تديها لها بس تقول لها ازاي تحافظ عليها مثلا؟ اوكي صح كده؟ صح يا دوريا؟ نتعلم. اي يس يس يس. ماشي، ايه اكتر كرتون موسى بيحب يتفرج عليه؟ كرتون سبايدر مان. صح يا موسى؟ ماشي، معلش هيحبني كمان شويه. طيب احنا عرفنا ليفل التعارف، عرفنا ان احنا بقالنا سنتين مش عارفين ان هي بتحب ايه تمارا وكده. بس عادي هنعدي ده ونخش على طول بقى على المرحله الاولى، واحنا على الواقف هنسخن بشويه اسئله بسيطه ولذيذه. عندنا ثلاث مراحل. المرحله الاولى انا مين او انا ايه، كل الاسره بتشارك فيها، اللي يجاوب طبعا الاسرع والاصح. المرحله الثانيه بيبقى صح وغلط، الاطفال بس هما اللي بيشاركوا وعندكم طبعا وسائل مساعده. والثالثه اختار ما بين الاقواس، برضو الاطفال بس هما اللي بيشاركوا وعندكم وسائل المساعده. فاكرينها ولا اقولها لكم؟ استدعاء ولي امر، يعني نختار بابا او ماما يجاوبوا و او هنغني. هتختاروا انتوا بقى. جاهزين؟ جاهزين. حماس بقى. الله، موسى صحي وقال لي جاهزين. طب يلا السؤال هنا. انا لونان يلونان علم دوله اليابان. معلش سؤال تاني كده. اللونين اللي في علم دوله اليابان. اصفر. قولوا انتوا. نقول احمر وابيض. برافو، شكرا يا عمر، قلت الاسره كلها. انا مين انا ايه. ماشي. لغه يتحدث بها سكان البرازيل. البرازيل بيتكلموا ايه؟ لاتيني؟ ايه؟ سبيسيفيكلي يعني، لاتيني ده ايه؟ ها؟ 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 مش انجلش. لا مش انجلش طبعا، انجلش؟ برتغالي؟ شكرا، يعني كنت لسه هقول بقى. تمام، انت ايه؟ جايه بس، جايه ماشي. انا اللي بغني اغنيه كان في ولد اسمه الشاطر عمبر. شكرا، ايه الحلاوه دي؟ أنا اللي بغني أغنية أنا عندي بغبغة غلباوي. شكرا، أيوه كده. عارفين الأغاني دي؟ اه. عارفة الأغنية دي؟ وأنت عارف أغنية شاطر عام؟ وأنتوا عارفين أغنية شاطر عام؟ مش عارفينها. لا. ماشي، ما بنسمعهمش قديم؟ لا بيسمعوا. بيسمعوا بس مش مركزين. حلو، ماشي نخش على نخش على المهمة الأولى. بصوا بقى يا اولاد، اول مهمه معانا النهارده ان زي ما انتم شايفين البول ده فيه كور كتيره جدا، احمر واصفر وأورنج، بس في كوره زرقاء كبيره بتاعت هاندبول، اللي هيعرف يجيبها فيكم الاول هو اللي هيكسب المهمه الاولى. فهمتوا؟ جاهزين؟ في حماس؟ هتوري. ايوه موسى ابتدى يصحى، وانتوا جاهزين تشجعوا؟ يلا بينا. يلا بينا. دوريا وموسى ريدي ستادي جو جو. نطوا نطوا في البول. ايوه كده حبايبي. بلو لونها ازرق، وكوره هاند بول كوره يد. الله 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 الله. هل اللي لابس ازرق هو اللي هيلاقي الكوره الزرقاء؟ لا، دي ازاي دي زرقاء؟ بقول كبيره ولونها بلو زي اللي انت لابسه. ايوه دوريا، في تركيز رهيب وحماس. طب انتوا ليه مش بتشجعوا دوريا؟ يلا يا دوريا بلوجة. وانتوا ليه مش بتشجعوا؟ موسى ولا دوريا؟ انا مش شايفاهم اصلا لانهم صغننين قوي جوه ال... حاسه انا عايزه نط اجيبهم. مين هيجيب الكره الاول؟ لقيتها بجد؟ لقيتها. فين؟ يلا طلع موسى فعلا اللي لابس بلو، هو اللي لعب كوره بلو. برافو برافو برافو. يلا بسرعه تعالوا نرجع عشان نكمل اسئلتنا. تعالوا انتوا صغننين، اجيبكم ازاي؟ سخنا بقى وكسبنا يا استاذ موسى. ما بتهيألي بقى التوتر راح شويه صح؟
نخش على اللي بعده. اللي بعده البنات بس هي اللي هتجاوب، موسى وتمارا بس هما اللي هيجاوبوا، وعندكم وسائل مساعده لو ما عرفتوش ممكن نسال. اول حاجه سهله جدا، صح او غلط؟ هقول لكم حاجه وتقولوا لي صح او غلط. ممكن من الاسئله ممكن تختاروا وسائل مساعده. ماشي. شعار مدينه القاهره يتكون من جامع الازهر الشريف وخلفه الشمس ساطعه، صح ولا غلط؟ صح. انت مش دورك اصلا يعني. حبيبي انا دافع خالص بقى. اوكي بس تاني السؤال تاني. شعار مدينه القاهره بيتكون من جامع الازهر الشريف وخلفه شمس ساطعه، صح؟ ما بنقولش. صح ما بنقولش. ماشي ماشي ماشي. انتوا بقى، السادس من يوليو 6 يوليو هو ذكرى العيد القومي لمحافظه القاهره، صح ولا غلط؟ صح كده طبعا، صح؟ يعني نمشيها صح بالكده. يعني ايه يا تمارا؟ يعني 6 يوليو الذكرى بتاعت العيد القومي لمحافظة القاهرة، محافظة القاهرة عندها عيد قومي يوم 6 يوليو. الإجابة صحيحة بس أنا بفهمك يعني ايه عشان بتسألي ماما. فهمتي؟ ماشي، يلا هنا. نركز. لقب عباس العقاد بعميد الأدب العربي، صح ولا غلط؟ نركز. عميد الادب العربي هو عباس العقاد. بناخدها دي، انت خدتيها دي، انت درستيها دي. مين هو عميد الادب العربي؟ عباس العقاد، صح ولا غلط؟ وسيله مساعده، صح ولا غلط؟ وسيله مساعده. ممكن تختاري وسيله مساعده. وسيله مساعده. اسال مين، بابا ولا ماما؟ ماما. هو غلط تقريبا. مين هو؟ نجيب محفوظ. لا هيبقى عميد الادب العربي. حسام عبد القدوس. لا ايه ده؟ ده انا حتى عملت كده. طه حسين. طه حسين. يا للاسف وسيله المساعده اللي الاولى اللي انتوا اخترتوها ما كانتش موفقه. معلش كنت غنيت. عندك بقى المره الجايه ايه؟ عندك حاجه واحده بس. أوكي. هنا بقى. فاتن حمامه ممثله جميله جدا لقبت بسيده الشاشه العربيه، صح ولا غلط؟ فاتن حمامه انا هقول لها. اساليني انا يا تمام. ممثلة جميلة جدا، عملت أفلام قديمة، مسلسلات كتيرة جدا جدا، اسمها أو لقبت اللقب بتاعها بنقول عليها إحنا سيدة الشاشة العربية، صح ولا غلط؟ ولا وسيلة مساعدة؟ صح. عاجبني أوي الثقة. أنا هقول صح. أنا خدتها هي جاية كده بس. صح. لا صح؟ صح؟ هي سيدة الشاشة العربية طبعا. طيب السؤال هنا، يجب الابتعاد عن مصادر التلوث مثل الأماكن اللي فيها ضوضاء، عوادم سيارات، عشان بتؤثر سلبياً على الجهاز العصبي، صح ولا غلط؟ صح طبعاً. صح. طبعاً. ماشي. الجلوس لفترات طويلة أمام التلفزيون والكمبيوتر والتابلت والموبايل بيرهق أعضاء الجسم كله والحس، صح ولا غلط؟ صح اكيد يعني. اوكي. طيب جاهزين علشان نخش على المهمه اللي بعدها؟ المهمه الثانيه بقى يقول للتانيين بقى تمارا وكادي. رحله سعيده. زي ما احنا شايفين كده البنتين الحلوين الامارات دول قدامهم اقماع، الاقماع دي فيها مسار كده وكده وكده وكده، هما مش شايفين حاجه، احنا اللي هنساعدهم ان هم يمشوا يمين شويه شمال شويه قدام، وطبعا كل واحد عارف صوت مامته وباباه واخواته، صح كده؟ صح. اه صح. فهنركز بقى، معانا كادي ومعانا تمارا، هنشوف مين اللي هتوصل الاول. عايزه اقول لكم على حاجه، اللي هتوقع عمى هترجع تاني من الاول. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. يمين يا تمارا. على طول يا تمارا. كمان تركيز رهيب. انا عايز كوت عشان هم يسمعوا بعض. شمال يا تمارا. لا يمين يا تمارا. ام جي يا تمارا. ايوه شمال. لا ارجع بسرعه لورا. شمال. برافو برافو. شمال شمال شمال. شمالك انت. برافو. اللي انت ما بتاكليش بيها يا تمارا. لا 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 لا. كادي 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 حاسبك وقع يا ام. تمارا ما ترجعي لورا. امشي قدام وامشي شمال. يا تمارا. تمارا ركزي مع صوت مامتك وباباكي انتي. تمارا. يا تمارا. يا تمارا. يا
شمالك اللي ما بتاكليش بيها يا تمارا. شمال كمان. شمال كمان. شمال بقى على بعض. ناحيتها بقى يا حبيبتي امشي ناحيتها. اللي ما بتاكليش. حسبي يا تمارا توقعي الأم. تعالي شمال. تعالي شمال. تعالي شمال. تمارا امشي ناحية. أيوة كمان يا تمارا. كمان. كمان أنا بساعدك يا تمارا عشان مش هتصدقي. بالراحة جدا. حلوة أوي. مين بقى الإيد اللي بتاكلي بيها؟ تمارا قدام. امشي امشي تمام. يا مرة 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 ولا مرة يا مرة يا مرة يا يعني رغم ان كاتي كانت خلاص ايه اللي هتوصل تمارا كسبت وحضن من موسى وفوقات ياس وحاجه لطيفه جدا 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 بس الاثنين شاطرين والله. الايد اللي بتاكلي بيها فين؟ اهي. والايد الثانيه اسمها ايه؟ اهي. اسمها ايه؟ شمال. شمال ماشي يلا بينا اخر حاجه بقى الاختيارات مركزين؟ معلش معلش الجايه هتكسبي فيها مركزين؟ اه. طيب الاختيارات دي برضو انتوا بس وعندكم وسائل انتوا عندكم وسيله مساعده واحده وانتوا عندكم لسه لا عندكم اه عندكم الاثنين ما استخدمناش ماشي أوكي. اوكي الاختيارات هنا يقوم بحمايه القلب والرئتين والمساعده على عمليه التنفس الجمجمه الحبل الشوكي القفص الصدري ايه الصدر يا ابني يا ابني يا ابني اتحسبت لهم انت شاطر بس والله اللي طلع مركز وعارف بيقول ايه بس هم هم ماشي هو قفص الصدري واتحسبت لكم ماشي كادو لا بس هي كانت كادو اه هتجاوب القفص الصدري اكيد يعني والله كده ماشي اوكي طب انت بقى ركز انت بقى عشان ده سؤالك انت اهو انت وتمارا توجد بين الفقرات لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها المفاصل الغضاريف العضلات العضلات اللي هي بص في عضلات وفي غضاريف وفي مفاصل بس ايه اللي بيحمي الفقرات وبيبقى الفقرات يعني ايه فقرات فقره فقره الفقره فقره الظهر مش انت عندك سلسله ظهر وفيها فقرات كتيره لحد الرقبه نستعين 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 بطيب نعمل اي حاجه نستعين ولا نغني استدعاء ولي امر ولا غنى؟ ماشي هتختاري مين بابا ولا ماما؟ بابا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله طيب كرتون من بطوله شخصيه لونها اصفر عايشه تحت الميه في قاع الهامون سبونج بوب انا سبونج بوب ايوه ايوه صح برافو برافو انا لسه ما قلتش اختيارات وانت عرفتي لوحدك ماشي اغنيه ست وانا من مسلسل ايه؟ الوصية مكتوب عليا ربع رومي. مكتوب عليا. موسى انت بتصحى فجأة وتنام يعني. وبكده نبقى يعني عرفنا ان موسى بيسكت يسكت ويطلع قايل الاجابة الصحيحة وشطارة وحلاوة وطعامة يلا بقى سخنا اسئلة نسخن بقى فيزيكلي ونروح على التوازن. جينا بقى لعبة التوازن وهنشوف بقى مين الأسرة اللي هتعرف تعدي وترجع من غير ما تقع وهنشوف أكبر عدد يعني ممكن من الأسرة وهنلعب بقى لعبة تانية مش هقول لكم عليها دلوقتي مين جاهز على طول؟ أنا طب يلا يا موسى تعالى على طول بص بقى يا أستاذ موسى لا موسى أنت موسى؟ موسى بس تعالى يا موسى أقف هنا بص بقى حضرتك يا استاذ موسى المفروض تبقى باصص قدامك تعدي من غير لما توقع اي قومه ومن غير لما تقع وبعدين استنى ما قلتش لسه وبعدين انا بقى ايه هقوم رامي عليك كور وانت ماشي ماشي هنشوف بقى هتعرف تكمل ولا لا جاهزين جاهزين انا هنشجع موسى شجع وانت جاهز يا موسى يلا ريدي ستادي جو لو وقعت قومه يا موسى هتخسر الله 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 هيقع ده هيقع هيقع ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا غلوب يا ناس هو خفيف قوي الكرة قده اصلا برافو شاطر مش عارفة اشوطها قوي ياخدي برافو والله ايه ده السرعة دي برافو يا موسى لا طب ماشي سريع بقى وشاطر يلا عد ارجع بقى ارجع بقى ايه ده بقى ايه ده بقى يا غلوب Thank you.
معلش موسى وقع. يلا يلا تعالي يا تمارا. يا تيناس اطلع. لا خليها تمارا. يلا. مش انتي. ايوه تمارا، انا قلت تمارا. يلا اه يلا يا توتا جاهزه؟ اه يلا. يلا. ريدي ستادي جو. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ هنقع من اولها ولا ايه؟ ماشي ماشي، انا عارفاك انا من اللعبه اللي فاتت. انا عارفه اه. يلا يلا اي اي. بصي بصي كده. ما تتوتريش يا تمار، ما تتوتريش ما تتوتريش. برافو برافو يا توتا. ايه ده؟ هتقع هتقع هتقع. ولا تمارا ولا موسى، تعالي يا ماما. انا اه والله. انا برافو يا توتا. وقعتي، هاتي الكور دي وانت طالعه كده. يلا يا ماما يلا يا ماما. ايه انا هقع من اول؟ لا لا بالعكس، ده الامهات دايما بيكسبوا في التوازن، وانت داخله بهدوء ورزانه. هنشوف بقى ماما هتقع ولا ايه. ثانك يو توتا. ايه ده بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الهدوء ده؟ ايه التركيز ده؟ ايه التركيز؟ ايه هتوقعي ولا هتقعي؟ والنبي هتقعي هتقعي ولا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصي يا عيني. ايه عيسى مركز معاكي تركيز. برافو برافو. هل هنرجع ولا لا؟ هنشوف. يلا يلا شفتي. يلا شفتي انا جاهزه لك. يلا يلا يا ماما. ايوه. ايه ده 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 ايه ده؟ طب بقول لك انت دايما كده يعني متوازنه وكده في البيت؟ انت قلتي انت عصبيه. اه ما انا الله 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 الله. هتقع من الله 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 الله. بتتعصبي بسرعه ها؟ جدا. طب ايه اللي بيعصبك؟ رقم خمسه بيعصبك؟ الله الله الله. رقم خمسه بيضحكك؟ والله برافو برافو يا ماما. مش قلت لك الامهات دايما جامدين؟ يلا يا عيسى اهو انا جاي اهو. ده ايه الحب ده؟ انا جاي اهو. عدوا المنش. يلا عدي. يلا الثبات بقى، ثبات انفعالي مش طبيعي. اتفضل. هل بابا بقى هيعدي ولا هيقع وهيبقى زي الولاد؟ وهل الستات اكثر توازنا ام الرجال؟ وهل حاجات كتيره جدا نطرحها عليكم اعزائي المشاهدين النهارده، ونشوف عملي نشوف عملي كده. هنشوف. ايه ده؟ مين اللي ايه ده؟ ده انا بيزن. ده انا موسى. انت معايا يا موسى. ما هو بقى نشوف بقى هل هيقع زي موسى. يلا ده كده يا ايه التعاون ده. الله بابا وماما عدوا بسلام وامان. انت بتتحدف عليا انا. يلا روح اقعد مكانك عشان نشوف بقى ايه. شكرا. يلا يا دوريا. طيب احنا كده عندنا تمارا وموسى وقعوا، بس بابا وماما عدوا. هل دوريا هتعدي؟ بالراحه بالراحه يا دوريا بالراحه يا دوريا. انا مش عارفه اعمل ايه. ان شاء الله تعدي. ماشي قوي صغننه قوي. انا حاسه الكره هتوقع بجد. برافو يا دوري. ايه ده؟ قلبي مش مطوعني. ماشي برافو يا دوريا. والله مركزه جدا. برافو يا دوريا مركزه. برافو. جدا برافو يا دوريا. هل هتعرف ترجع بقى ولا تعمل زي الموسى؟ هنشوف. اي سوري. ايه ده ياختي ياختي على الرجلين. حزب حزب. ايه ده والله شكلها مركزه بشكل. شوفوا بقى شوفوا يوضع سره يوضع سره في اظهر خلقه. يا نهار ابيض. برافو يا دوريا والله. طب ده برافو يا دوريا. ايه ده هتقع ولا ايه؟ هتقع ولا ما وقعتش دوريا؟ يلا يا كادي يلا يا كادي. كادي بقى اه كادي. انا هقدر ارمي عليكي الكور وانا قلبي مرتاح عادي. تفتكري هتقعي ولا هتكملي؟ هكمل ان شاء الله. طب وما نشوف ان شاء الله. تلعبي رياضه؟ كملي وانت بتتكلمي. تلعبي ايه بقى رياضه؟ انا نفسي العب جمباز بس بدرب نفسي في البيت يعني. ايه ده بجد؟ أوه. طب ولعبتي ايه في النادي؟ لا في النادي ما لعبتش. ما لعبتيش في النادي؟ إيه انت بتدربي نفسك على اليوتيوب؟ اه بتعرفي تركزي لوحدك بقى وكده. برافو يا كادي. أوه. ومركزه وانا بحاول. ايه طب ايه بقى بتتدربي ازاي؟ ده الجمباز ده لازم حد يبقى متخصص عشان ما تعمليش حاجه. بس انت متوازنه وشاطره والله تنفع. تيجي منها جمباز يجي منها جمباز. برافو يا كادي. يلا يا ماما ماما اتسنى يا بابا. يلا يا ماما يلا يا ماما. ايه والله العظيم انتوا فاهمين غلط.
هتشوف. هحاول. هتشوفي هتشوفي شويه ثقه. شكلي وحش قوي لو وقعت قدامك. لا مش هيبقى وحش ولا حاجه. هتشوفي ثقه بس ثقه ثقه. انت ايه بقى؟ انت اصلا مش متوازنه بتوعي وانت ماشيه كملي. طيب. عاده من الناس اللي بتقع وهي ماشيه دي انا بقع من وانا ماشيه. انت بتعملي كده برضه؟ ساعات. ساعات؟ يعني ساعت. بس بتبقي مركزه. احيانا. طب مع الثلاث بنات بقى بتبقي ايه بقى التوازن عندك عامل ازاي؟ ايه جيت على الجرح ولا ايه؟ اه والله. والله بجد؟ ثلاث بنات عاملين فيكي ايه؟ هتوقعي ولا ايه يا ماما؟ برافو يا ماما. شفتي الموضوع ايه؟ بسيط شويه ثقه. يلا يا ماما. شفتي؟ حبيبتي. اه انت حبيبتي طبعا حبيبتي طبعا. بصي عشان انت حبيبتي اهو عشان انت حبيبتي. يا نهار ابيض. طب بتتخضي؟ بتخض من الصوت العالي ولا ايه؟ ولا ايه ولا ايه؟ حسبي حسبي. بتخضي من ايه؟ عايزه. لا لا لا. لميا لميا برافو يا لميا. يلا يا هشام. والله برافو. لو بابا عدى رجعتيني والله. يبقى يبقى الاسره كلها عدت. يلا يلا يلا. ايه بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ شكلنا هنقع ولا ايه؟ شكلنا شكل بابا هو اللي هيقع؟ شكل بابا اللي هيقع؟ ايه الابهات بيقعوا ليه في اللعبه دي؟ فين التوازن بتاع الرجال؟ ايه الرجال ايه؟ فين الرجال؟ ايوه الرجال، اجدع رجال، اشجع رجال، برافو. هل هيكمل بسلام وامان؟ معرفش بس انا ايه بقى. بص شايف الحب؟ يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله كمان. يا نهار ابيض. انا احبها. انت من طنطا؟ يا سيدي انا يا سيدي انا. والله العظيم شطاره وحلاوه وطعام. تعالوا نروح على طول على الفي ار. جينا بقى لعبه الفي ار واللي كلها حماس ولذاذه. وعشان برضو نشكر التكنولوجيا انها عندنا عملت لنا العاب حلوه نقدر ان احنا نلعبها ونحرك جسمنا ونستفيد منها وتبقى كمان لذيذه جدا. جاهزه يا تمارا؟ اه. لعبتي في ار قبل كده؟ اه. اوكي. عارفه المفروض تعملي ايه هنا؟ تضربي اكبر عدد بلوكس ولو في بلوكايه كبيره جايه هتبقي ايه بتحاولي ما تخبطش فيكي. اوكي ماشي. جاهزين نشجع توتا؟ جاهزين. يلا يا تمارا ريدي ستادي جو ديس بلاي. يلا بينا. بلوكس اهي. ايوه اي واحده قدامك اخبطيها. برافو. اكبر. حسبي 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 يا توته. اتحركي. ايوه حسبي يا توته. انزلي انزلي. برافو. انزلي واضربي بلوكس. لازم تكبري. لازم نكبر نضرب اكبر عدد بلوكس. ايوه برافو. اوكي شاطره والله يا توته. ايوه يا توته على الحماس. ايوه يا توتا يمين وشمال كده. برافو تمارا. برافو. حسبي. اه حسبي كمان حسبي كمان. اه معلش معلش بس شطوره. مين هيلعب من الفريق التاني؟ ايوه تشجيع لكادي. يلا يا كادي دوسي ريستارت ريستارت. ايوه بلاي. برافو. يلا جاهزه ريدي ستدي جو. عرفتي يا كادي ممكن تعملي ايه؟ هاي يلا مفيش بلوك بس. برافو يا برافو. بلوك حسب شاطر. شاطر حسب. يا نهار ابيض. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ برافو حسب. ماشي برافو. فتشجعوها يا جماعه. شجعوها. انا قلقانه انا عايزه امسكها. شجعوها. برافو. ايه ده شكلها تكسب ولا ايه يا جماعه؟ كده شكلها تطلع كوبا. برافو والله العظيم مركزه تركيز. الله قوي قوي قوي. ايه الشطاره دي؟ برافو برافو. بابا بيقول لك برافو. تشجيع من بابا. برافو يا برافو يا كادي والله. ولا واحده عدتها يا جماعه ولا ايه؟ ولا واحده ولا واحده. شكلها شاطره وهتكسب. شكلها شاطره وهتكسب. ماشي ازرق واحمر وقدام واحده واحده وبتأني ورا بعض جايين. برافو برافو برافو. واثنين واثنين اهم على بعض. اثنين اثنين اربعه. يلا برافو. ايوه كادي ايه محاربه. برافو يا كادي. اوف كل دول
شكلنا كسبنا ولا ايه؟ كسبنا! برافو كادي، برافو كادي، تعالوا بسرعة نروح نسمع حدوتة حلوة قوي من ماما سماح ونرجع تاني على طول. شطورة يا كادي. أهلا بيكم يا أصحابي في رحلتنا السعيدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماح، وحكايتنا النهاردة عن علي وصديقه الزكي. يا ترى مين صديق علي الزكي؟ صديق علي الزكي هو اللي هيتكلم ويحكي لنا عن نفسه ويقول أنا تعبت، أنا فعلا تعبت من علي، أنا ما أقدرش أقعد مع علي طول الوقت ده ماسكني في إيديه، طول الوقت ده مش بيسيبني أبدا، طول الوقت موسيقى عالية وألعاب خطرة، وفي أي مكان يسيبني وينساني وأفضل قاعد قلقان لحد ما يلاقيني تاني. لازم ألاقي حل، والحل الوحيد هو إني أهرب وأسيب علي. يا ترى مين صديق علي الزكي اللي بيقول الكلام ده؟ مين؟ موبايل. فعلاً اللي قال الكلام ده هو الموبايل، الموبايل اللي علي طول الوقت ماسكه في إيديه مش بيسيبه أبداً، في كل مكان واخده معاه. علي نام والموبايل قال دي فرصتي إني أسيب علي وأهرب وأدور على مكان أستخبى فيه. بس أستخبى فين؟ على مكتب علي؟ يا خبر، ده مكتب علي مش مرتب خالص، ورق الحلويات في وسط الكراسات والكتب والأقلام، مش معقول كده، أنا لو قعدت هنا هتخنق، مش ممكن. لا لا لا، مكتب علي ما ينفعش. عرفش بقى المكتب عندكم زي مكتب علي ولا مرتب، والمدارس يعني بدأت وإحنا لازم نهتم بأدواتنا وننسقها كويس عشان حتى لما نيجي ندور على حاجة بسرعة نلاقيها، مش كده ولا إيه؟ صح. طب بلاش المكتب، أنا استخبى في الدولاب. الدولاب؟ يا خبر على الدولاب، ده الهدوم كلها فوق بعضها، مفيش حاجة خالص مرتبة في الدولاب. علي بيقلع الهدوم ويروح راميها كده في الدولاب زي ما تيجي، ده كلام؟ لا غلط. حد يعمل طبعاً كده غلط. في هدومه؟ يعني الهدوم الجميلة اللي احنا بنشتريها على ذوقنا وبنهتم إن احنا نجيب حاجة حلوة تبقى لايقة علينا، لازم نحافظ عليها، مش خلاص جبناها لبسناها يبقى خلاص نقلعها ونحطها في أي حتة. يعني كمان الدولاب مش نافع. طب أنا أروح فين؟ المطبخ. أخ بس لا، ده مرة علي كان ماسكني وفتح التلاجة بيشرب. تصوروا؟ تصوروا علي نسي الموبايل جوه التلاجة؟ نسي الموبايل جوه التلاجة. ولما الموبايل رن وقعت عليه كل الأزايز اللي في التلاجة والشاشة اتكسرت والموبايل كان عمال يتألم ويقول آه إيه ده، أنا مش قادر أنا مش قادر، لحد ما مامة علي بتفتح التلاجة ولقت الموبايل خدته وطبعاً ودته يتصلح. سكت الموبايل شوية وقال أنا عرفت هستخبى فين، في مكان عمر علي هيقدر يلاقيني فيه أبداً 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 أبداً. يا ترى يا موبايل رحت فين؟ ويا ترى علي هيلاقيك ولا لأ؟ مش عارفين. صحي علي من النوم وبدأ يدور على إيه؟ على الموبايل. أنا نسيته فين؟ نسيته فين؟ يبقى على المكتب. رتب علي المكتب، كل حاجة شالها من عليه عشان يلاقي الموبايل. لقى الموبايل؟ لا لا. بس المكتب بقى شكله جميل. طب يمكن أنا نسيته في البنطلون اللي كنت لابسه امبارح. بدأ علي يدور فين؟ في الدولاب. طلع الهدوم وبدأ تاني يدور فيها ويحطها بنظام عشان ممكن لو حطها كده من غير ترتيب يبقى الموبايل جوه حاجة وهو مش شايفها. صح. الدولاب بقى شكله إيه؟ حلو. لقى الموبايل؟ لا، لقيش المطبخ. طب أروح فين؟ أروح فين؟ آه، أنا امبارح كنت في النادي، يبقى أنا نسيته مع صاحبي في النادي. جري بسرعة علي وراح النادي، بس راح بدري وفضل قاعد مستني صاحبه. طبعاً صاحبه أحمد بيلعب رياضة، بيروح صالة الألعاب الرياضية كل يوم، لازم يمارس الرياضة عشان يبقى نشيط. مين بقى فينا بيلعب رياضة؟ أنا. أيوة كده، الرياضة حلوة مفيدة للجسم، بتخلي عندنا نشاط وبتخلي صحتنا حلوة. فضل علي مستني صاحبه أحمد، مرت ساعة واتنين وهو مش عارف يتصل بأحمد لأن مش معاه موبايل. زهق، طلع على جهاز المشي وفضل يلعب، عايز بس كده يتسلى. شوية 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 بدأ يجري، بدأ يجري. دخل أحمد قال له الله علي أنت هنا يا علي، أنا معرفش أنك بقيت تلعب رياضة، حاجة جميلة جدا. قال له لا أنا كنت مستنيك، أنا بس زهقت فقلت أطلع شوية على جهاز الجري عشان إيه يعني لحد ما أنت تيجي. الموبايل معاك؟ قال له لا
قال له يعني انا ما نسيتوش معاك؟ قال له لا. قال له ما راح فين؟ قال له انت بعد ما كنت في النادي قلت انك رايح مع بابا وماما عشان تتغدى عند جده. علي قال يبقى انا نسيت الموبايل عند جده، لازم حالا اروح لجده. خرج علي من النادي ومشي في الشارع، بس لاحظ حاجه غريبه قوي يا اصحابي. لاحظ انه ماشي نشيط، مش تعبان، مش بينهك زي كل مره، ماشي مبسوط. ليه بقى كان ماشي مبسوط؟ عشان بيلعب رياضه. عشان كان بيلعب رياضه في النادي. وصل علي بسرعه عند جده، فتح جده الباب لقى علي. الله علي، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انت جاي تزورني اول مره يا علي تيجي تزورني لوحدك، واجمل حاجه مش في ايديك الموبايل اللي كل ما تيجي تزورني ماسكه وطول الوقت بتبص فيه. يعني معقوله لما نروح نزور اي حد من قرايبنا او اصحابنا او تيتا او جده نقعد واحنا ماسكين الموبايل معاهم؟ لا، نقعد مع جده وتيتا. ينفع كده؟ مش ممكن. احنا رايحين عشان نتكلم معاهم، نشوفهم يشوفونا، نطمن عليهم، يبقى لازم نتكلم معاهم. لكن نروح ونفضل قاعدين ماسكين الموبايل يبقى كاننا ما رحناش ولا ايه؟ كنا قاعدين في البيت. جده فرح قوي ان علي جاله وقال له كويس انك مش معاك الموبايل. لكن علي رد وقال له ايه؟ ما انا جاي ادور على الموبايل يا جده. طيب يا علي تعالى. دخل علي عند جده، وجده كان بيحضر حاجه عشان يتغدى. قال له تيجي تساعدني يا علي؟ قال له حاضر اساعدك زي بعضه. وقف مع جده وحضروا الاكل واتغدوا سوا. وبعد الغدا علي قال له هي جده مش هندور بقى على الموبايل؟ جده قال له لا حالا هندور عليه، احنا كنا قاعدين فين؟ قال له حضرتك كنت قاعد امبارح مع بابا في اوضه المكتب وبتتكلموا وبيفرجك على حاجات وبتفرجوا على كتب، يبقى انا نسيته في اوضه المكتب. دخل جده اوضه المكتب وبدا يدور في المكتبه، وفجاه طلع حاجه جميله قوي. عارفين طلع ايه؟ طلع البوم الصور بتاع علي وهو صغير. قال له بص يا علي دي صورتك وانت صغير. قال له ايه ده؟ معقوله انا كان شكلي كده؟ قال له اه. اوريك كمان حاجه حلوه قوي انا محتفظ بيها؟ قال له ايه يا جده؟ قال له اول جواب كتبته لي بحبك يا جده علي. قال له ايه ده؟ بس ده انا خطي كان وحش قوي، انت عرفت تقراه ازاي؟ قال له انا قريته بقلبي قبل ما عيني تقراه لاني بحبك. يا جده ده انت محتفظ بحاجات قديمه قوي. طيب ودي ايه كمان؟ قال له دي صور عيد ميلادك وانت عندك 4 سنين. ياه شفت كان عيد ميلادك جميل ازاي؟ وكل القرايب والاصحاب كانت موجوده. قال لهم طب وحضرتك جبت لي ايه يا جده بقى في عيد ميلادي؟ جبت لي ايه يا جده؟ قال له جبت لك قصه. قال له قصه؟ قصه ايه؟ قال له قصه علي بابا والأربعين حرامي. جبت لك القصه دي بالذات؟ طب ليه جابله القصه دي؟ مين فيكم بقى يقول؟ علشان عايز يقرا عشان ما يمسكش الموبايل تاني ويفضل مركز. القصه اسمها ايه؟ علي بابا والأربعين. وصاحبنا اسمه ايه؟ علي. جده جاب القصة لعلي عشان اسمها على اسمه. علي قال له معقولة في قصة اسمها على اسمي؟ قال له دي قصة قديمة جدا ومعروفة جدا. قال له اه طب ما تحكيها لي بقى يا جده. جده قال له لا أنا جبتها لك وأنت صغير وحكيتها لك، أنت دلوقتي كبرت يا علي، أنت اللي تقرا القصة وتيجي تحكيها لي المرة الجاية. قال له أنا مش عارف هي فين. قال له خلاص ابقى دور عليها. اليوم عدى وعلي دور على الموبايل عند جده، لقاه؟ لا لقاهوش. بس لازم يروح. رجع علي البيت وهو زهقان ومش عارف يعمل ايه. عمل حاجات كتير النهارده، دور على الموبايل ما لقاهوش، بس عمل حاجات تانيه. رتب المكتب ورتب الدولاب ولعب رياضه وزار جده. سكت كده وحكى لمامته كل اللي حصل وقال لها ماما فين القصه اللي جده جابها؟ قالت له القصة موجودة في المكتبة اللي أنا عملتها لك واشتريت لك فيها قصص، بس للأسف يا علي أنت طول الوقت ماسك موبايل وعمرك ما فكرت تقرأ قصة. إحنا لازم نقرأ حتى لو بنلعب على الموبايل، لازم برضو يبقى فيه وقت كل يوم نقرأ فيه قصة، لأن القصص جميلة بتسلينا وبتخلينا نعرف حاجات كتير وبتعلمنا كمان حاجات أكتر. دخل علي أوضة المكتب يدور على إيه بقى؟ القصة، قصة علي بابا. قعد يدور 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 وبعدين قال الله القصة فين؟ القصة أهي القصة علي بابا. أيوة علي بابا والأربعين. لسه علي بيقرأ بقيت عنوان القصة ولقى مين اللي كان جوه القصة؟ موبايل. مين؟ موبايل. الموبايل. إيه ده أنت هنا؟ قال له أنا هنا يا علي، كان نفسي تلاقيني.
قال له انا عملت حاجات كتير قوي النهارده عشان ادور عليك. قال له وانت بتدور عليا لقيت حاجات كتير احسن مني. دلوقتي بقى بسرعه تحطيني في الشحن لان انا خلاص خلاص يا علي خلاص مش قادره اتكلم ولا اتنفس حتى. علي حط الموبايل في الشحن وبدا يقرا ايه القصه. لها قصه جميله جدا ومسليه جدا. ازاي انا قبل كده ما كنتش بقرا القصص اللي في المكتبه دي؟ القصه دي جميله قوي وفعلا اتبسطت وانا بقراها كاني بتفرج على الفيلم من افلام الكرتون. علي بعد ما خلص القصه بدا يبص على القصص الثانيه وبدا يفكر ويقول النهارده انا عملت حاجات حلوه كتير، واخره الحاجات الحلوه اللي عملتها اني كمان عرفت ان القصص مهمه قوي، ولما قريت القصه اللي جده جابها فعلا اتبسطت. الموبايل خلص شحن ورجع تاني علي جابه، والموبايل قال له انا مبسوط منك قوي يا علي، صحيح كنت زعلان منك في الاول لكن حاسس ان انت عملت حاجات حلوه وهتحافظ عليها وتعملها على طول. اول حاجه تظبط الموبايل كل يوم على ميعاد تلعب فيه رياضه، تاني حاجه هترتب اوضتك زي ما رتبتها وانت بتدور عليا ولقيت ان شكلها بقى احلى. تالت حاجه واهم حاجه هتزور كل اسبوع جده، ولما تزور جده لازم تحكي له قصه من قصص المكتبه. علي اتبسط وقال فعلا كل دي حاجات مهمه، بس يعني مش هنلعب سوا؟ رد الموبايل قال له لا هنلعب سوا وهنعمل العاب جميله سوا وهنسمع موسيقى جميله سوا، بس عمرنا ما هنرجع نلعب الالعاب الخطر اللي انت كنت بتلعبها ولا الموسيقى العاليه اللي كانت بتوجع وداني واكيد بتوجعك انت كمان يا علي. سكت علي وقال له معك حق، خلاص من النهارده انا هعمل كل الحاجات دي. الموبايل قال له من النهارده انت يا علي صديق الذكي، مش انا بس اللي صديقك الذكي، احنا الاثنين مش هنسيب بعض واحنا الاثنين هنفضل دايما مع بعض طول ما انت بتعمل الحاجات اللي تخليك صديقي الذكي. اصحابي دي كانت قصتنا النهارده، علي وصديقه الذكي، وعرفنا في الاخر مين هو الذكي اللي كان في القصه. انا عايز اعرف بقى مين فيكم بيعمل زي علي، او مين فيكم كان زي علي في اول القصه ودلوقتي بقى زي علي في اخر القصه؟ احنا كلكم. طيب ايه اللي عجبنا في قصه النهارده؟ ان هو رتب اوضته وبقى منظم وعمل نشاط في النادي ورتب الدولاب ورتب المكتبه، وان هو فضل يطور من نفسه ويعمل حاجات حلوه وهو اللي بيقرا قصص. حلو قوي. احنا هنعمل زي علي طبعا في اول القصه ولا في اخرها؟ في اولها واخرها. لا اولها لا، مش عايزين نعمل زي علي في اولها والموبايل يهرب مننا، احنا عايزين في اخرها، عايزين نبقى زي علي في اخر القصه، عمل حاجات حلوه كتير نحافظ عليها ونعملها. واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سبعه. وبعد ما سمعنا الحدوته الحلوه بتاعت ماما سماح، جه بقى وقت العاب الترابيزه. كل واحده بقى تاخد البالونه بتاعتها عشان نستعد كده ونشوف مين اللي هتعرف تدخل كوبايتها. نشيل دي خالص اسرع وتعديها اسرع. اوكي اوكي يلا بينا. استني احط لك كوبايتك صح، تقدروا تتحركوا براحتكم. ريدي ستادي جو. كادي ولا تمارا الاول؟ كل واحدة بتنفخ بالونتها. برافو كادي، لو وقعت هنرجعها تاني. برافو، يلا يا توتة. الله يا توتة، الله يا توتة على التأني، هنرجعها تاني. معلش يلا ارجعيها من الأول هنا تاني. يلا كادي بتحاول تاني، وتمارا متأنية تنفخ جامد البالونة. الله 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 الله، مش بإيديكي. وتقوم إيه سايبة الهوا جامد. محدش ولا واحدة دخلت الكوباية جوه اول بلوك. ايوه ها قربنا. برافو كادي، فهمت شويه تكنيك. برافو كادي، ابتدت تفهم التكنيك وازاي تنظم نفسها. وكادي دخلت جوه اول بلوك، وتمارا كمان دخلت جوه اول بلوك. برافو، بالراحه بس دخلت. مين هيخش على البلوك التاني اسرع؟ هنشوف. برافو يا توتا، برافو يا كادي. يا كادي هتطلع تاني ولا ايه؟ استني انا هعدلها لك. ايوه اهي،
برافو. عندك كذا حته تعرفي اختي وفخي جامد. ايوه برافو يا كادي. كادي قربت وتمارا قربت. الاثنين تقريبا واقفين في نفس الحته تقريبا يعني. الله فاضل حته صغيره. فاضل لك زلطه وتخش جوه. اه بنتمرجح. اتحركي براحتك عادي. اه يا تمارا طب حاولي تجربي قربي اكتر الهواء. ما تسيبيش الهواء غير جواه يعني كده. وقعت ولا ايه؟ لا ما وقعتش. اوكي. انا وصلتها ازاي؟ حاولي توصلي لها. كادي دخلت في البلوك التالت يا تمارا. يا ايه؟ ايوه قربي كده. ايوه برافو. يلا هنشوف هل تمارا اه كادي دخلت وخبطت تمارا وبقوا الكوبايتين قريبين قوي من بعض. هنعمل ايه؟ هل هيوسعوا لبعض؟ اه كادي وسعت. تمارا بتحاول تخش جوه البلوك التالت بس كادي قربت توصل للنهايه. يا نهار ابيض يا كادي. تمارا ايوه يا تمارا ما تضيعيش وقت في النفس. يلا يا توته هتحاول ايوه ماشي ماشي. انا اهو انا اهو. يلا دخلت البلوك التالت بس كادي وصلت بسرعه. برافو كادي. كادي اللي كسبت. معلش هارد لك يا توته. تعالوا نخش على اللعبه اللي بعدها. لسه عندنا العاب ثانيه على الترابيزه ونشوف بقى اخواتكم هيعملوا فيها ايه. يلا بينا. البازل من الحاجات الحلوه جدا للكبار والصغارين. والحقيقه يعني كبار وصغيرين بيقعدوا يقضوا وقت حلو جدا ويستمتعوا بان هم يكونوا الشكل النهائي اللي في الاخر. مين بيحب البازل؟ انا. عندكم بازلز اكيد عملتوها قبل كده؟ اه. طب بصوا بقى احنا مش هنعملها من الاول. احنا مسهلين عليكم سنه صغيره. في ميسنج بارتس في 12 قطعه احنا شايلينهم من البازلز قدامكم. عندكم الصوره الاصليه وكل واحده هديهم بقى كل فريق يعني هدي الحبه بتوعه ونشوف مين هيخلص الاول. اوكي خلاص الاول هو اللي كسبان. ايوه تمارا وموسى جاهزين؟ اه جاهزين يا كادي ويا دوريا. اه يلا ريدي ستادي اند جو. سلام. موسى مركز قوي. موسى كان قاعد مركز قوي. مش عارف دي تتحط فين. موسى مركز قوي. طبعا البازل بقى من الحاجات اللي بتخلينا مبسوطين واحنا بوعد عن الموبايل عادي لان انا عارفه ان احنا كلنا بنحب الجيمز بتاعت الموبايل بس ممكن شويه جيمز بعيده عن الموبايل تخلينا نبقى بنقضي وقت وما يعني نسرح بالوقت عادي ما نحسش ان في وقت طويل عدى بس في حاجه لذيذه وفيها تامل. وبعدين بقى البازل بتبقى محتاجه عيله وجروب فهتخلينا نقضي وقت برضو مع عيلتنا الحلوه. اتفضل. وزي ما انتم شايفين كده التعاون مستمر عند الاثنين. دوريا وكادي مركزين قوي قوي قوي. برافو. كادي بتساعد دوريا وموسى بيساعد تمارا. ما اعتقدش ما اعتقدش. مين هيخلص الاول؟ البلوكس هنا ابتدت سوري البيسز هنا ابتدت تخلص. البيسز هنا ابتدت تخلص. يلا يا دوريا بتقول لها يلا يا دوريا. البنتين في تركيز مش طبيعي. تركيز مش طبيعي. ايوه يا موسى بيحاول موسى. فاضل اتنين 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 فاضل اتنين عندكوا. ايه ده؟ فاضل اخر بيس عند كادي ودوريا. وكادي ودوريا خلصوا بسرعه وهم اللي خلصوا الاول. معلش هنخليكم انتوا تكملوا بس طبعا الفريق ده هو اللي كسب. يلا نخش على اللعبه اللي بعدها. وبرافو والله ويل دان يا بنات. هي رحلة سعيدة. جينا لتالت لعبة ترابيزة ولغاية دلوقتي الفريق ده عامل عمايل وعمال يكسب الأستاذة كيدي. تمارا ممكن تكسب ولا لأ؟ هنشوف بقى في اللعبة التالتة دي. اللعبة دي بتعتمد على التأني والهدوء والتركيز الفظيع. عارفين هتعملوا إيه؟ كل واحدة هتشد المناديل بس من غير لما نوقع مية عشان مية لو وقعت نقطة خسرنا اكيد يعني هتتقطع. اوكي يلا ريدي ستادي اند جو. اه تمارا ماشي كادي مركزه بس تمارا ايه مركزه برضو في تهور شويه. لا كادي ده تمارا مركزه قوي. برافو. حسبي يا توته حسبي يا كادي. لما الميه لما المايه تتهز قوي كده خافوا. تمارا كادي. ها مين هتوصل الاول يا ترى؟
من غير لما ميه تقع؟ شكلهم هيوصلوا سوا ولا ايه؟ هل في النص حد هيقع؟ قربوا قوي، قربوا قوي الاثنين. كادي مركزه قوي، تماره مركزه قوي قوي قوي، بس كادي ابتدت تبقى متمكنه، عرفت التكنيك اسرع. تماره كمان بتحاول جامد، شكلهم هيوصلوا مع بعض. كادي متقدمه متقدمه. تماره برافو. معلش شديها بالراحه. اكشلي هو كادي قربت لا يا سلام. كادي طبعا، كادي وصلت اوريدي يا جماعه. هي اصلا اتقطعت من تماره، بس برافو كادي. كادي بتكسب لتالت مره في لعبه الترابيزه. كده يبقى دوريا وكادي بجد هم اللي كسبوا في كل مراحل العاب الترابيزه، وبكده كمان نبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول من رحلتنا. استنونا في جزء تاني من رحلتنا لسه مكمله مع اطفالنا الحلوين. يا رب تبقوا اتبسطتوا زي ما احنا اتبسطنا. باي باي.